فكان برضو من الحاجات اللي هي معلش مع احترامي هتكلم فيها اللي هي التوقيت، ماتش المنتخب وماتش الزمالك برضو يعني مباراة جماهيرية طبعا نادي الزمالك، يعني ممكن نأخر ومصر بتلعب صحيح. وخلي بال حضرتك يوم الاثنين نفس الكلام، يعني الماتش الساعة 10 منتخب والزمالك الساعة 9. فيعني طب ما يبدروا ولا ياخروا او يجي يوم تاني مثلا، ما هو ده يعني برضو يعني خلي الناس. فما اتفرجتش امبارح، اتفرجت بعد ما خلصت الماتش الاثنين، يعني كنا شغالين الشاشتين. فاتمنى يعني الماتش الزمالك يتاخر شويه ساعتين ولا حاجه عشان نتفرج على منتخب مصر يعني ان شاء الله.